وفي إطار ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تم الإعلان اليوم عن خطة التعافي الاقتصادي خلال مؤتمر صحفي أكد خلاله معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية المنشودة، مشيرا إلى جهود الحكومة خلال فترة الجائحة والتي تركزت في حماية المجتمع من الآثار الصحية والاقتصادية، حيث تم إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمبلغ وصل إلى 4,500,000,000 دينار بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وذلك لإسناد القطاعات الأكثر تضررا والمحافظة على وظائف المواطنين ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي. أضاف معاليه بأن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح، حيث وصل الناتج المحلي غير النفطي إلى 12.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على خطة التعافي الاقتصادي في بداية مرحلة لتتطلب مزيدا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ومواصلتها بروح الفريق الواحد بكل عزم وعزيمة، واضعين مصلحة الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار بما يعود بالنفع والنماء على الجميع. من جانبه أوضح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن خطة التعافي الاقتصادي تأتي لمواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى أهمية مواصلة كافة الجهود وتكثيفها للوصول إلى المخرجات المنشودة وفق خطة التعافي الاقتصادي. فيما بين سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي تهدف إلى تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها في رفض الاقتصاد الوطني، ما يسهم في زيادة تنافسية لمملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات. نوه سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة أن صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية يواصل جهوده لدعم الطاقات الشبابية الواعدة، مشيرا إلى أن خطة التعافي الاقتصادي تأتي لتشمل بمبادراتها خلق المزيد من الفرص النوعية للشباب ودعم واستثمار أفكارهم وابتكاراتهم على مختلف الأصعدة. هذا وقد أشار سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية أن يواصل تكثيف جهوده لاستقطاب الاستثمارات المباشرة للقطاعات الحيوية تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز مكافحة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها لخلق فرص نوعية واعدة لأبناء الوطن.